السلام عليكم ورحمة الله. أنا المعلمة مروة قاسم من مدرسة قرطاج الدولية. بدي أبدأ بمادة الجغرافيا للصف السابع. صف سابع في مادة الجغرافيا رح نبدأ بالدرس الخامس، السياسات السكانية في العالم. بس نتذكر مع بعض بالدروس السابقة تحدثنا عن الزيادة السكانية، وتحدثنا عن آثار الزيادة السكانية، وتحدثنا عن الهجرات السكانية وما آثارها السلبية وآثارها الإيجابية. هي كانت هيك إعادة سريعة لبعض المواضيع عشان نتذكر مع بعض بعد فترة هيك بسيطة من غياب عن الدراسة. خلينا مع بعض نبدأ، ورح نكون في صفحة 30 اليوم. بدنا نشوف شو هي أهم النتاجات الموجودة بالدرس. رح نأخذ اليوم مفهوم السياسات السكانية وأمثلة عليها. أيضا رح نتحدث عن الجهود الدولية في مجال السكان، ورح نتحدث أيضا عن الحلول اللي قدمتها المؤتمرات العالمية للسكان بالتفصيل. بداية رح نكون بصفحة 30 زي ما قلنا، ونبدأ بتعريف السياسة السكانية. السياسة السكانية هي مجموعة من الإجراءات اللي بتتخذها مجموعة من الدول لدراسة القضايا والمتغيرات السكانية من ناحية مواليد، خصوبة، هجرة سكانية، وتنظيم علاقة السكان بالبيئة والتنمية المستدامة. إذن السياسة السكانية إجراءات بتتخذها الدول لدراسة المتغيرات السكانية مثل المواليد، معدل المواليد، الخصوبة، الهجرة، تنظيم العلاقة بين السكان والبيئة والتنمية. هلأ بدنا نشوف مع بعض في دول العالم وفي الأردن ما هي أو ما هو وضع السياسة السكانية. في الدول العالم بشكل عام تهتم دول العالم بالسياسة السكانية للتنبؤ بحجم السكان في المستقبل، وبيسموه عندهم في دول العالم الحجم الأمثل أو الأنسب، أي بيحاولوا يوصلوا لحجم جيد لعدد السكان، يعني لا يكون قليل جدا وفي السالب زي بعض الدول الأوروبية، ولا يكون بزيادة مستمرة بشكل كبير جدا مثل دول جنوب شرق آسيا زي ما تحدثنا في مواضيع سابقة. في الأردن أطلقوا على السياسة السكانية اسم الفرصة السكانية، أطلقوا عليها اسم الفرصة السكانية. تعريفها هي الحجم المناسب من السكان لتحقيق رفاه اجتماعي، تحقيق مستوى خدمات جيد، وزيادة نسبة فئة الشباب. هلا الفرصة السكانية بعطيها سؤالين: ما معنى الفرصة السكانية؟ هي الحجم المناسب من السكان لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات وزيادة نسبة فئة الشباب. وفي سؤال ثاني ممكن أعطيه: ما هو الهدف من وجود فرصة سكانية في الأردن؟ بعطي ثلاث نقاط: النقطة الأولى اللي هي تحقيق رفاه اجتماعي، اثنين تحسين مستوى الخدمات، ثلاث زيادة نسبة فئة الشباب. في عندي في أسفل صفحة 30 في الجزء الثاني من الصفحة بعض دول العالم بتضع هيئات مسؤولة عن هاي البرامج اللي بتتحدث عن السياسة السكانية، يعني جهة مشرفة على وضع سياسات لتحقيق سياسات سكانية جيدة اللي هي توصل للحجم الأمثل لعدد السكان. هلا العالم وضع هيئات مشرفة على وضع برامج من شأنها معالجة جوانب الخلل في عدد السكان. في الأردن هناك جهة مسؤولة عن السكان تسمى المجلس الأعلى للسكان، هذا اسم، هذا مفهوم مهم جدا. إذا المجلس الأعلى للسكان هذا شعاره، يقوم بتحسين عدد السكان وتحقيق توازن بين السكان والموارد. احنا بنعرف ان الموارد في الأردن قليلة، فاحنا بدنا نعمل يكون عدد السكان قريب من عدد الموارد. كيف راح يكون هذا التحقيق؟ من خلال زي ما حكينا ايضا في دروس سابقة تنظيم الأسرة. نشوف في دول العالم وفي الأردن المجلس الأعلى للسكان أو الهيئات المسؤولة عن برامج تتعلق بتحقيق
عدد سكان جيد تسعى إلى تحقيق التوازن بين الموارد والسكان. هذا الهدف من السياسات السكانية، إن كانت فرصة سكانية أو كانت حجم أمثل أو أنسب، هدفها تحقيق توازن بين الموارد والسكان. هذا الهدف من السياسة السكانية، الهدف منها تحقيق التوازن بين الموارد والسكان. في بعض الدول قامت بتحقيق التوازن، وبعض الدول الأخرى عجزت عن تحقيق هذا التوازن. إما تحقيق التوازن بيكون بزيادة كبيرة جدا بعدد السكان، أو بقلة في عدد السكان، بيكون عدد كبار السن كبير، إنجاب ما في عندهم نسبة إنجاب عالية أبدا. ننتقل هلا صفحة 31، معطيني مجموعة من الأمثلة على السياسات السكانية. افتح صفحة 31، في بداية الصفحة أمثلة على السياسات السكانية في دول العالم. هلا هم 3 نقاط موزعين على 3 جهات. هلا بالجهة الأولى وبالقسم الأول الجزء الأول، سياسة زيادة عدد السكان، يعني تسعى الدولة إلى تعزيز التناسل البشري، يعني بتشجع السكان على الإنجاب ليزداد عدد السكان. هذا الهدف من السياسة الأولى. مثالها السويد وإيطاليا، هاي الدول عدد سكانها قليل. السياسة الثانية سياسة الحد من النمو السكاني، بيدعو المواطنين إلى تقليل الإنجاب لأن عددهم كبير جدا. وكنت دائما تعطوني مثال اللي عدد سكانهم كبير في العالم، الصين. هلا معطيني المثال الصين وسنغافورة، فعلا عدد سكانهم كبير، والدولة بتعطيهم برامج لتخفيف من عدد السكان، وتطلب منهم انهم يجيبوا 2 طفل لكل اسرة، واذا زاد عدد الاطفال عن 2 بتصير الاسرة نفسها تدفع ضريبة وغرامات على الطفل الثالث، لان عدد سكانهم كبير جدا، والدولة ما بتستطيع تأمن الأموال الكافية والموارد الكافية للسكان، تصير تهتم بتأمين احتياجات السكان، وطبعا ما بتستطيع، مقابل إنها ما بتستطيع تنمية الدولة، ما بتستطيع اهتمام بتطوير الدولة. النقطة الثالثة والجهة الثالثة اللي هي تنظيم الأسرة. هل تنظيم الأسرة، ونسأل في أي دول يكون تنظيم الأسرة؟ ممتاز، في الدول الإسلامية، الدول العربية الإسلامية، في عندهم إشي اسمه تنظيم أسرة، وليس تحديد أسرة، تحديد محرم في الدين إنه أختار رقم 1، طفل 1 أو 2. إحنا تنظيم نسل أو تنظيم الأسرة في الدول الإسلامية بيوازنوا عدد السكان مع إمكانيات الأسرة، بيراعوا العادات والتقاليد من الناحية الدينية. طبعا إحنا من الدول يعني في عندها نسبة إنجاب لكنها ليست عالية مثل الصين قديما. في عندي هون صورة للأرض، هلأ هاي الصورة كناية على إن عدد السكان كبير جدا، والأرض صار في عندها مشاكل، يعني في المستقبل بصير في عندي مشاكل بيئية، وإحنا كتير سمعنا عنها، مثل احتباس حراري، نقص موارد بشكل هائل جدا، مثل نقص كمية المياه في بعض الدول، تلوث ضوضائي، تلوث إشعاعي، وغيره من أنواع التلوث. طبعا احنا بنرقى لنفس الصفحة، بس ننتقل لموضوع تاني. هلا في بداية الصفحة صفحة 31، كان في سياسات سكانية اللي بيتبعوها دول العالم. في الجزء الثاني من الصفحة بنحكي عن الموضوع الثاني اللي هو الجهود الدولية اللي بتبذلها دول العالم في مجال حل المشكلات السكانية. شوف، عملت هيئة الأمم، لأن هي المسؤولة عن السكان في دول العالم عشان تحل مشكلتهم، عملت على وضع إجراءات لحل المشكلات السكانية، نحل المشكلة السكانية، لأنه صارت عندنا المشاكل السكانية في جميع المجالات. يعني السكان بيأثروا على اقتصاد الدولة، الناحية الاجتماعية للدولة، الناحية الثقافية للدولة، الناحية السياسية للدولة. الإجراءات هاي لحل المشكلات السكانية، أنا كاتبة هون سؤال في بداية الصفحة، الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأمم لحل المشكلات السكانية. وإحنا عارفين إنه هيئة الأمم عبارة عن مجموعة دول في هيئة معينة بيكون هدفهم
حل المشكلات في جميع المجالات في العالم. هلا من ناحية سكانية، الإجراءات كالتالي: إنشاء منظمات دولية في بتهتم بالسكان. هاي المنظمات عندي ألف باء جيم، هاي أهم المنظمات. أنا هون شبكت الصفحة 31 مع بداية صفحة 32، شبكتهم مع بعض عشان نشوف جميع الإجراءات أمامنا في نص الصفحة. هلا أول نقطة إنشاء منظمات دولية، ما نشوف شو هي المنظمات. منظمة الأغذية والزراعة هدفها مع تعريفها، كل منظمة ألف باء جيم هدفها هو نفسه تعريفها، في نفس تعريفها هي منظمة تحدد أو تقوم بالقضاء على الجوع في العالم والاهتمام بالإنتاج الغذائي. إذا سألنا ما هي منظمة الأغذية والأغذية والزراعة، نحكي هي المنظمة المسؤولة عن القضاء على الجوع في العالم والاهتمام بالإنتاج الغذائي. طب ما هدف هذه المنظمة؟ القضاء على الجوع في العالم، هي رقم واحد. اثنين، الاهتمام بالإنتاج الغذائي. ب، منظمة الصحة العالمية، أيضا هي منظمة تقوم بتوفير أفضل تجهيزات صحية للشعوب وتأمين الحصول على العلاج والمطاعيم الوقائية مثل شلل الأطفال والحد من التدخين. هلا بنسأل سؤال: ما هو هدف منظمة الصحة العالمية؟ واحد، توفير أفضل التجهيزات الصحية لشعوب العالم. اثنين، تأمين حصول على العلاج والمطاعيم الوقائية اللازمة. المنظمة الثالثة هي برنامج الأغذية العالمي، هو برنامج يقوم بالقضاء على الفقر من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية والصحية. ما هو الهدف من البرنامج؟ القضاء على الفقر في أنحاء العالم. إذا كل منظمة تعريفها هو نفسه الهدف من إنشائها. هاي أول نقطة لهيئة الأمم في إجراءات لحل المشكلات السكانية، إنشاء منظمات دولية تعنى بالشأن السكاني. في عندي شعار لمنظمة الفاو، لمنظمة الغذاء، وفي عندي شعار تاني منظمة الصحة العالمية، وفي عندي المنظمة الثالثة هي شعار برنامج الأغذية العالمي. هاي الثلاث شعارات. نيجي لنقطة اثنين من إجراءات هيئة الأمم في مجال السكان، عقد المؤتمرات السكانية العالمية. هلا ميزة المؤتمرات السكانية العالمية أنها تحدث أو يتم عقدها كل 10 سنوات. أول مؤتمر عالمي كان في عام 1974 في روما، رومانيا عفوا. تحدثوا فيه عن الوضع السكاني وكيفية ازدياده وما هي الحلول للحد من زيادة عدد السكان لأنها بتأثر على البيئة وغير ذلك. المؤتمر الثاني كان برضو بعد 10 سنوات في عام 1984 في المكسيك في أمريكا الشمالية. روما في أوروبا، المكسيك في أمريكا الشمالية. ثالث مؤتمر في عام 1994 في مصر، مصر في إفريقيا. والمؤتمر الرابع كان في الولايات المتحدة في عام 2014. بدنا نحفظ المؤتمرات على الترتيب مع السنوات. والهدف من المؤتمرات سهل جدا، بتحدثوا نفس المؤتمر الأول، بحث الوضع السكاني والاتجاهات السكانية في العالم. المؤتمر الأول في 1974 رومانيا، الثاني في 1984 في المكسيك، الثالث في 1994 في مصر، والرابع في 2014 في الولايات المتحدة الأمريكية. تمام لهون؟ هلا بتحدثوني يا السابع عن، في صفحة 32، عن حلول قدمتها هاي المؤتمرات الأربعة اللي هي كل 10 سنوات. هاي بسموها مؤتمرات عالمية، مؤتمرات سكانية عالمية. تحدثت عن حلول. هلا هم يسألوني طبعا عقدوا مؤتمرات، شو الهدف منها؟ حكينا حديث عن الوضع السكاني والاتجاهات السكانية. تحدثوا طب ايش هي الحلول اللي نتجت عن هاي المؤتمرات الأربعة؟ واحد، سن سياسة لتنظيم النسل وتحديده للتحكم في سرعة النمو في العالم. أول شيء تنظيم نسل وتحديده عندنا في الشرع محرم. اثنين، تسخير البحث العلمي لإحداث ثورة في مجال الزراعة لزيادة الإنتاج الزراعي، لأنه زيادة عدد السكان ما بيقابل زيادة بالموارد الزراعية وهذا بيسبب مجاعة. فإحنا بنزيد عدد، بيزيد عندنا عدد السكان لازم نضاعف الإنتاج الزراعي. و
كاتبين تحت عن ذاكرين مصادر غذائية جديدة غير تقليدية تعتمد على الموارد البحرية، تقنيات زراعية معدلة وراثيا اللي يستخدموا فيها الهرمونات. الموارد البحرية نعتمد على المأكولات البحرية، الأسماك وغيرها. هاي بتخفف من الجوع في العالم. إذا الحلول اللي قدمتها المؤتمرات الأربعة: تنظيم نسل وزيادة الإنتاج الزراعي، تنظيم نسل زيادة الإنتاج الزراعي ومضاعفة الإنتاج الزراعي العالمي. هاي أهم نقطتين في النقطتين. تمام، هيك بنكون أنهينا درسنا. إن شاء الله تكونوا وصلتكم فكرة الدرس سهلة. بتمنى تتعاونوا معنا في الدروس القادمة. الموضوع كتير سهل حتى لو كان أونلاين على الإنترنت، هو أول مرة نعمله لكن كتير سهل. اتبعوا الدروس، تابعونا أول بأول، لا تأجلوا الدروس لبعدين عشان تكونوا زي كأنكم في المدرسة. هلأ بدي تحلوا سؤال فكر بسيط جدا. سؤال فكر بيحكي: لماذا تهتم الدول الإسلامية بسياسة تنظيم النسل من خلال ما يعرف بالمباعدة بين الأحمال؟ ليش عنا بنجيبوا الأطفال كل كذا سنة؟ يعني بنجيبوا الطفل الأول في السنة هاي، بعد 3 سنوات أو سنتين بنجيب الطفل الثاني، بعدين الثالث بعد سنتين أو 3 من الطفل الثاني. ليش في بعده بين الأحمال؟ شو السبب؟ هلا بتمنى سابع حبايبي بصفحة 33 بحل الأسئلة تحلوا السؤال الثاني على الدفتر، وتحلوا السؤال الخامس على الكتاب، وتحلوا طبعا سؤال فكر بصفحة 32. تابعوا الدروس أول بأول وحلوا الأسئلة زي كأنكم بالمدرسة تماما، وحطوا أكيد اذكروا عنوان الدرس والتاريخ اللي حلتوا فيه الأسئلة. هذا بيفيدكم بالمتابعة. وبشكر حسن استماعكم، والسلام عليكم.